السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله الهيكشن. طبعا اليوم التحدي راح يكون عبر القارات. افريقيا مثلا قارة مثلا السعودية ما راح تقابل، انت تتكلم قد مثلا هي علي قارات. هل ما افتهم؟ لا واثقة من نفسيها مش مثل واحلى اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وقبل ما نبلش هالفيديو طبعا اليوم ما راح يجاوب صح، انتم مدري ايش يسمونه، احنا نسميه باليمنى باللهجه العراقيه بريج طبعا، بس غير الدول ما اعرف. المهم راح يرشني، انت تتكلم يرشني بالمي اذا ما فزت. وتحياتي لكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. وتحياتي لكم، نشوفكم يلا نخش بالفيديو. ما نتطور عليكم الوضع. هيا هيك على العراق، هيا هيك على ايران. ايران بارت اسيا. هاي تقع اليابان. جنوب امريكا. انت تتكلم قد هاي تقع فرنسا. فرنسا ايه اوروبا. هاي تقع تركيا. سكوملة مفيدة. تركيا تقع اوروبا. هاي تقع المانيا. اوروبا. أين تقع الصين؟ أوروبا. لا بس أوروبا يا آسيا اخترت. شفنا ده دولة كاملة. أين تقع ليبيا؟ أين تقع ليبيا؟ الشرق الأوسط يعني آسيا. أين هي وين تقع أفريقيا؟ أين تقع الجزائر؟ أفريقيا يعني الجزائر. أين تقع الأرجنتين؟ الأرجنتين؟ إيه. أفريقيا. الشح. أين تقع أوروغواي؟ أين تقع أوروغواي؟ إيه. آسيا. أين تقع أوكرانيا؟ أين تقع أوكرانيا؟ نعم. أوروبا. أين تقع كندا؟ كندا أين تقع؟ كندا تقع أوروبا. لا أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية على الأرض. أين تقع كوريا الشمالية؟ كوريا الشمالية بين آسيا. أين تقع قطر؟ آسيا. أين تقع السودان؟ السودان أفريقيا بس على حسها. افريقيا تقع. اين تقع صربيا؟ صربيا اوروبا. اين تقع ايطاليا؟ ايطاليا اسيا. هذه وين تقع؟ باوروبا؟ شلون باوروبا؟ هي بعيدة عن اوروبا اصلا. اين تقع السويد؟ اوروبا. اين تقع المغرب؟ افريقيا. أين تقع البرازيل؟ البرازيل؟ أمريكا الشمالية. أمريكا الجنوبية؟ أمريكا الجنوبية. أين تقع المكسيك؟ المكسيك؟ أين تقع المكسيك؟ أوروبا. تعرف العبور ولا اسمع بيها؟ أين تقع كولومبيا؟ كولومبيا تقع ما أعرف. ما أعرف بخطو. المهم أين تقع غينيا؟ غينيا آسيا. أين تقع شنو؟ نيجيريا. أين تقع نيجيريا؟ نيجيريا ما أعرف. يا أخي جاء طلين سمع يا جماعة بلدان قريبة. أين تقع اليمن؟ اليمن طبعا آسيا. أين تقع مصر؟ أفريقيا. أين تقع البرتغال؟ أوروبا. أين تقع باكستان؟ باكستان؟ باكستان أوروبا.
أين تقع أفغانستان؟ أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. أين تقع أوزبكستان؟ أوزبكستان أمريكا الجنوبية. كلها باكستان. أين تقع الهند؟ الهند. المهم يا شباب، إلى هنا انتهى مقطعنا لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. طبعا تدرون خسرتها بالتحدي وتنقعت، وعذروني خاف المقطع وقف بالنهاية، يعني ما لحقت أكمل السلسلة لأنه جاء صور برا والجو حار كلش برا، يعني مثل ما تتخيلون الجو حار، فالايفون تعرفونه بالحر يجب أن تبريد الجهاز كلش حار. فالمهم بردته وهسه رجعت اكمل لكم، ما راح تبدل طبعا شتنا البرد على مود تسوي النهائيه ما تقولون عاف المقطع عنه صراحه. المهم تحيات لكم، وشك واحد ما مشترك بالقناه يشترك وتفعيل الجرس، واكتبوا لنا احلى كومنتات، وشكرا على التفاعل الفيديو الرايح طبعا. واذا اردنا نستمر بهذا السلسله كبسونا واشتركونا بالقناة، كبسونا شنو بالتيك توك. المهم اشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس، وتحياتي لكم، اشوفكم بمقاطع اخرى، وتحياتي، باي.